اليوم مقطع الأخبار برعاية مشروب جواني لجذب المشاهدات. جواني اليوم أعلن القصف على الكل وأعلن الحرب على الكل. اللي ما يعرف شنو القصة، محمد جواني قبل شوي نزل بحسابه بالإنستغرام ستوريات قصف بها الكل وصارت الجبهات تطاير منا ومنا. راح أعطيكم هذه الستوريات وخلينا نعلق عليها وشوفوا الرد. نصلي زمان ما صبحت على المتابعين، صح ولا لا؟ أي والله عن جد. صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طلع الشوارع بعد يمين وحجة سوالي دعم طاطا. ماني فاخر مستعد انهي ولبس مباشر، ما في داعي ننزل حالي، كلاب شهرة شايل من بالي، جرب تعدى حتاكل الكف. اوكي حبايبي، في قنوات على اليوتيوب انا كل يوم بتابعها، يعني مثل هذول هي ملكة القصص، هذول القنوات. ثواني، كأنه قال اسمي. او ماي جاد، طلع جواني تابعنا يا حبايب. طبعا راح اسوي نفسي انه ما سمعت عدل لما قلت ملكة القصص، يعني بما انه اساس تاثرنا يعني باغنية ياسو صرنا انسان مجنون ما نسمع عدل. لما يعدي يوم ينزلوا بس فيديو واحد انا بدا والله يا بيسان، هي بدها تنطيني كوبي رايتات ما بدها تخليني انزل اكثر من مقطع باليوم الواحد. يعني عشان هيك هذا الستوري خذوه واكتبوا جواني يخصف ابو عظام، جواني يخصف الطفله، جواني يخصف الكل، وجواني مو سهل على حدا اصلا. فخد سلايك، ما عجبني فتروك المايك، انت ملك بس اللي وين تعرفك، عندي حق فرانجل. يو يو، كيف هذا البنش؟ اوكي حبايبي، مشان هيك روحوا معكم الصلاحيه الكامله انكم تجيبوا مشاهدات، والله بالتوفيق لكم. انا بنبسط لما اشوفكم عم تطلع قنواتكم، والله ان كان هذول الناس بتابعهم كلياتهم كل الاحترام، حتى الناس بتنتقدني بتشرف فيهم. حبايبي امبارح اكلنا طعمينا مريم بالعراقي باجة، باج باجة بالسوري أشي، باللبناني شو؟ أوكي وبس. والله هذا هو المقطع اللي كان على السريع، بس حبيت أقول لكم هذا الخبر. وبعد شوية طبعا أكيد راح يكون عندنا مقطع أخبار ثاني، أخبار اللي حيجي طبعا حيكون كلش خرافي. وبس، جاك فايز مقاطع مملكة القصص مو ملكة القصص، ومع السلامة.